اليوم هذا أكبر تجمع حكومي يضم الحكومات الاتحادية والحكومات المحلية لمناقشة أهم موضوع عندنا في هذا الوقت. سيدي، من هذا اليوم في هذه الاجتماعات هي نقطة مهمة في تاريخ دولتنا، ونريد من كل الحاضرين في كل الجهات والقطاعات دورا فعال في استعدادنا لمرحلة ما بعد كورونا والتعلم من دروسها واستغلال الفرص والبناء عليها. وسيكون العام القادم 2021 نحتفل به بذكرى 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن أقوى وأفضل وأكثر تطورا، لأن بلادنا مبروكة، مبروكة بشعبها، مبروكة بالكفاءات المتواجدة فيها، والحمد لله. الله يوفقكم، وننتظر منكم الكثير، ونؤكد على ثقة القيادة الرشيدة فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.